جماعة رجعت لكم بحلقة جديدة من الصندوق الكذاب مع ضيفتنا المميزة جدا اللي جاية من دبي نارين بيوتي. اهلا وسهلا بك نارين في الاردن. اهلا وسهلا فيكي. شو الاخبار؟ رغدة كل يومين برنامج جديد يعني بدك تخفي شوي يعني ما عاد نلحق. عن جد نارين لهلا عملت برنامجين معي فشكرا نارين على تعاونك. صح حبيبتي اليوم في كذب وهو في اشياء اليوم بدك تديري بالك بدك تعرفي تكشفي الكذب وكمان تعرفي تكذبي او اذا بتحبي تكوني صريحه برضه انت حره يعني لنشوف. جاهز تبلشي نارين؟ ايه اليوم يعني اتوقع حاكتشف شيء جواتي انا ماني مكتشفته. اللي هو الكذب. ان شاء الله خير. يلا مين يبلش؟ انت. طيب انا بدي بوكس رقم 4 بما انه قريب يعني ما بدي اتعب حالي. اوكي شوي رح اقول لك اعمل. مش حيوين كثير بس يعني افكر. يعني فتحي. عشان ما كنت بدي اطلع صوت. طيب نارين نارين في كثير جدية وفيها يعني هذا الحيط اللي بيناتنا عمل مأزق بيناتنا مو مثل فيديو مبخ. في قدامي كاسة بالزبط خلاص بروح عليك نقطة. اوكي كاسة. اوكي انا اكمل لك كاسة. في قدامي كاسة بلاستيك عادية يعني مش بلاستيك الكرتون. اوكي شفتيهم؟ يعني مش عارف شو خاطر على بالهم بس حاطين خرز جوا الكاسة. تعرفي هذا الخرز اللي يا بتعملي فيه اساور يا بتحطي بالشعر. هنا الخرزات بتعملي فيها سوارة مثل هذا بس مش البلمع واللي لونه هيك شوي خشبي. كثير دخلت التفاصيل ما لي فيها انا ما كان هذا سؤالي عشان تصدقيني احكي لك الالوان كثير بالغت رغدة. طيب سؤالي ما كان هذا عم حاول تشتت تفكيري. ما اتوقع في خرز بالكاسة. اوكي لازم احضر شوف جواتها. لا لا اكيد انت ما عم تحزري انت بس بدك تحزري اذا انا عم بحكي لك الحقيقه او عم بكذب. تعالي تعالي كذابه اكيد اكشف يعني. ايه خلاص كلام اخير عم بكذب. كذابه انا فيك خرز بكاسه نارين. كيفي شو هي اصلا مش عارفه. يلا بس انا خدعت لثواني على فكره حروح مع رقم 5 رقم المفضل. اوكي عندك خيارين صعبين يعني يا كذب يا انت الصراحه بس هاي هي. في قدامي بريز كهرباء. اوكي بس هذا بحط الحيط. هي هي بس هذا المطور اللي بتحطه تبعت الامارات لامريكا الاردن كله. ها ها شو لون البريز الكهرباء؟ ابيض؟ كله لون ابيض ولا هالدرجة يعني البساطة مش متعودة هالبساطة يعني انا يعني هم اكثر من واحد اللي هو بس واحد بس له اكثر من خيارات يعني واحد من قدام اكيد فيك تدخلي من الطرف كمان نارين بيوتي مع انك انت لطيفة كثير ويعني كثير بريئة عيونها عيونها مستحيل يكذبوا بس انت وحده كذابه فكري بالموضوع ما راح افكر جوابي الاخير ليش شو عرفك لانك كذابه لك تحسبني حالك هاي شوي تحسبني نفسك طولي شو بدي لك يعني كيف بشرح لك هذا يعني ما شاء الله شو الفول يا عمري طب كان قلتي لي عنه انا في سؤال عم فكر فيه هل نحن ما بنعرف نكذب او هل نحن نقدر نقرا الناس؟ صراحة ما عمره حدا سألني هذا السؤال كثير صعب ومش قادر اجاوبك اياه، بس لهلا احنا شاطرين بكشف الكذب بس حاولنا نكذب صراحة بس كان كثير بيسك اللي قلتي لي اياه شو بدي اقول لك هلا شو تدريس هون خطر على بالي اياه انا بنصحك تروحي مع رقم واحد حسسته يعني